في كومش حد سأل روحهم اللي هو صغير باش مغروم، كانك الكار بيلغو في الجابس أكيد باش كون مغروم بالكورة فرجة تنبير مش ممارسة ولا فري فاير تصب ديامو هاد كعبة دم. حكيتنا هادي على زوز مختلفين، حسيم وأمين، زوز أصحاب لب من الصغر فرقتهم الدنيا، أما لمهم نفس الغراء، تعرفوا على بعضهم في الحومة مرة تكويرة ومرة تبحيرة وحتى القراية زيادة، أما الدنيا فرقتهم كل واحد مشي في ثنية الدنيا ومشاكلها ما عندك فيها ما تقول. أمين ظروفه العائلية كانت صعبة برشا، أمه اللي متعلق بها برشا تمرض ويدخل في ديبريسيون، وقتها ما لقى كان البوكس هو الحاجة الوحيدة اللي يتنفس فيها. خلي عاد ما كحسين ليزي أجبره يقرأ حاجة ما يحبهاش، وزيد هو كان ليه في السوسيتي سيفيل أكثر، شوي ملحنة وشوي مرتبط لدين. أمين وحسين القراية اللي لمتهم قبل فرقتهم تو، واحد يعاود في الباك والآخر معاود عامين في الفاكولتي ويستنى في العام الثالث، أما تو عاودوا تقابلوا في ميديا كامب جديدتي، لمهم الكامب من جديد، أما كالعادة زوز يستنوا في ريزيوتات على القراية، واحد يستنى في ريزيوتات الباك والآخر يستنى في ريزيوتات الفاك.